امريكا ما تريد مو جمعيه احسان وخيريه للناس ابدا. تشوفهم يعني في كل بلاد العالم شنو شغلتهم؟ هيمنه وظلم. ولكن اللي صار ظلم صدام هو اللي جاب هذا الظلم الثاني. ذاك مهد الدوله. من كان اظلم من من؟ كلهم ظالمين. كلهم ظالمين. يعني احنا بذاك النظام انا قبل ايام اسمع بالفيديو لسجين سياسي عراقي كان ذاك الوقت طفل على ما يبدو صغير يروي روايه معينه 700 شخص من المساجين يجيبوهم الى منطقه صحراويه معصبي العيون يدخلوهم في حفره وهم احياء ويطموهم منو الاخ شو اسمه يعني النظام السابق عدي وقصي وذولا المجموعه ذولا ويجيبون روله يدوسون القاع هذا مو ظلم هذا؟ اشد انواع الظلم اذا انا ما اريد ازكي نظام على نظام انا ما أزكي وانا اقول مع ذلك نظام صدام كان يظلم الناس بعلم امريكا بعلم امريكا انا سؤالي لماذا ما زال الظلم مستمرا؟ ليش ما ابتعدنا من مرحله كل الاخوه المعارضين كانوا يرفضون لان هذا دكتاتور لماذا بدل الدكتاتور هي قصه الانسان اللي كود يتعظ ما يتعظ اذا هي بذره اذا هي بذره اي والانسان الانسان لكفور لظلمهم كفور هذا انسان انت اذا متهيئ انسان جديد يبني لك كل هاي الدول اللي تغير وضعها مثل كوريا مثل سنغافوره غيروا امورهم من خلال التربيه والتعليم احنا الى الان تربيتنا نفس الشكل نفس الكتب نفس القضايا القديمه نخرج نطي بس اوراق شهادات شي يشتغل ما تدري بيش يشتغل ماكو تخطيط لهذا البلد دول كانت في اسفل قوائم الدول المتخلفه صارت الان من الدول الراقيه احنا بعدنا نراوح ليش يريد لنا منهجيه يريد لنا تخطيط يريد لنا هويه هويتنا منو احنا هذا يقول انا الماني هذا يقول انا اسلامي هذا يقول انا قومي هذا يقول انا وطني هذا يقول ما ادري شنو ما تعرف شنو اكو هويه جامعه للكل ينبغي ان نقول بانه العراق ما يحكم غير المواطن والمواطنه هذه الروح فقط وبقيه الاشياء تبقى بالدرجه الثانيه ما تنمحي تبقى اعتز بعقيدتك بدينك بقوميتك بمذهبك الك هذا بينك وبين من تعتقد به اما المشروع اللي يجمعك وياي على هاي المساحه من الارض مشروع واحد وهو بناء هذا الوطن انا جميل انا اسمع هذا نعم لكن لما ارجع الى توصيفاتك انه احنا مشروعنا كان مشروع تجزئه والقوى السياسيه تحولت الى عواجيز وعجزنا هذه الطروحات الجميله اللي تقول بها ذول العواجيز ومشروع التجزئه قادرين ان ينهضوا بافكار بهذا المستوى هل ما زالت لديهم فكره هل تعتقد انهم من النضج او ممكن ان ينضجوا ليحققوا ما تقول به شوف صاحب المصالح اللي عنده مصلحه معينه في نظام معين مو بسهوله يجي الخطه انا اقول خلينا نستفيد من القابليات الخامله في العراق